احنا دلوقتي معانا كابتن محمد فرج نجم من نجوم منتخب مصر الكراسي المتحركه لكره اليد. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا بحضرتك. مع حضرتك كابتن محمد فرج الشهير الفريق العنيد كابتن منتخب مصر كره اليد. احنا في حدث عالمي بتستضيفه مصر اللي هو كاس العالم، ولاول مره يتم استضافه كاس العالم لكره اليد، واللعبه دي لاول مره تقام، يعني عباره عن 4 لعيبه فيهم بنت مختلط، تصنيف الطب 12 بونت هينزلوا الملعب. ان شاء الله ان شاء الله نشرف مصر ونعمل حاجه كويسه في البطوله، ننافس على المركز الاول وناخده بقوه ونهدي الفوز ده لمصر كلها. الاستعدادات بتاعتكم انتوا بقالكم قد ايه؟ احنا بقالنا 2 شهر بنتدرب استعدادات لكره اليد ديت. تمام. احنا اصلا عن متمكنين كرسي كويس الحمد لله، لان احنا بنمارس الكرسي ده من سنه 2000. تمام. الحمد لله هم تم اختيارنا عن طريق تمكيننا للكرسي، وطبعا انا بشكر الساده المسؤولين اللي تم اختيارنا من خلالهم. بشكر دكتور حسن مصطفى، بشكر الدكتور معالي وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي، بشكر السيد رئيس الوزراء اللي هي البطوله مقامه على اسمه، بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الراعي الرسمي لزول هيمن في مصر. وبنوعدكم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى ان احنا نحصل على كاس البطوله ونهديه للشعب المصري. البطوله بالنسبه لكم مثلا عشان بتقام لاول مره، فدي محمله عليكم ضغط ان انتوا لازم تجيبوها؟ هو طبعا لاول مره تقام يتلعب كره يد في مصر هنا، وكمان مختلط ببنت، فدي كانت شيء جديد جدا جدا غير اوروبا. اوروبا بيلعبوا 6 لعيبه وجون، فانا بتمنى من الله عز وجل ربنا يوفقنا ونكون قد المسؤوليه. معايا 8 رجاله وبنتين، 8 رجاله وبنتين مموتين نفسيهم، محدش ولا شاف بيته ولا شاف اسرته ولا روح البيت، معسكر مغلق بقى، يعني الموضوع صعب جدا جدا. حتى الناس اللي في شغلها واخده تفرغات عشان تتفرغ تام تام للمعسكر ده. اتمنى من الله عز وجل ربنا يوفق المجموعه كلها، واللي بتمناه نحققه ان احنا نحقق مركز اول وناخد الكاس ونهديه لرئيس الجمهوريه ونهديه لشعب مصر. تقول ايه للجمهور المصري؟ بطالب من الجمهور المصري يساند منتخب مصر. مصر رقم واحد، مصر هي رقم واحد على مستوى الدول كلها ان شاء الله. احنا معانا من اقوى 6 دول على مستوى العالم بيلعبوا كره يد، واحنا لاول مره نشارك في كره اليد، وان شاء الله نحقق حاجه متقدمه. احنا بنشكرك يا كابتن. شكرا يا فندم، شكرا، سعيد بحضرتك جدا جدا. احنا دلوقتي معانا الكابتن ايات احمد، واحده برضو من اللاعبات اللي موجوده بمنتخب مصر الكراسي المتحركه. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن. عرفي الناس بقى بحضرتك. انا كابتن ايات احمد، كنت بصدم الكرسي من سنه 2020، والحمد لله في اول مره تتعمل بطوله عالم الهاند بول اصلا، فالحمد لله تم ترشيحي ان انا العب البطوله دي، وكويس انها جدا على ارض مصر، فان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق حاجه لمصر. مثلا الناس بتقول مثلا اللعبه دي صعبه جدا وبتقابل اول مره وانتوا اول مره بتشاركوا فيها، فتقولي ايه للناس وتطمني الناس بيه؟ هي صعبه، محتاجه قوه ومحتاجه تحكم، يعني تحكم جامد في الكرسي، بس هو الكرسي حلو، كرسي مساوى بينا بالاسوياء من الاخر. يعني ما فيش لعبه ما اقدرش العبها انا كواحده مثلا زي هيمن، ما اقدرش العب لعبه مثلا معينه، لا اصلا عندي مشكله فمش هقدر العب اللعبه دي، لا الكرسي سوا بيا باي حد اصحاء من الاخر. توعد الجمهور المصري بايه؟ اهم حاجه بس حماسكم معانا وكل انفاسكم معانا والله، واحنا يعني ربنا يكرمنا باذن الله، وانتوا كمان معانا باذن الله نجيب حاجه لمصر باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك.